فضيلة الشيخ، إذا اغتسل الإنسان بنية الوضوء ولم يتوضأ فهل يجزئه عن الوضوء؟ إذا اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ فإنه لا يجزئ عن الوضوء إلا إذا كان عن جنابة، فإن كان عن جنابة فلا بأس، الغسل يكفي عن الوضوء لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا إيش فاتطهروا، ولم يذكر وضوءا. أما إذا كان اغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه، لأن غسله ليس عن حدث. والقاعدة إذن إذا كان الغسل عن حدث أي عن جنابة أو امرأة عن حيض أجزأ عن الوضوء، وإلا فإنه لا يجزئه.